بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، طلاب الصف الثالث الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في مادة التربية الإسلامية. وقبل أن نبدأ درس اليوم، تعالوا معا نشاهد هذا الفيديو. السلام عليكم، بكم قطعة الحلوى؟ وعليكم السلام، إنها بخمسة فقط. تفضلي. شكرا. لقد وصل أبي، وداعا. مع السلامة، في أمان الله. توقفوا توقفوا. يا إلهي، إنها مليئة بالنقود. أتمنى أن تعود تلك الفتاة قريبا. هل أنت بخير يا أمل؟ نعم يا أمي، لكني لم أستطع أن أجمع ثمن الدواء. لا عليك يا عزيزتي، إن الله لا ينسى أحدا وسيرزقك غدا، لا تقلقي. يا رب، أمي صابرة مريضة تحتاج عونك، ساعدها يا رب. يا رب يا رب، ساعدني وساعد أمي المريضة يا رب يا رب. الحمد لله، لقد عادت. بكم الحلوى اليوم؟ تفضلي أولا، هذه نقودك، لقد سقطت منك بالأمس وأنت تركبين السيارة. الحمد لله، شكرا لك. عفوا، هذا واجبي. أنت فتاة طيبة وصالحة، ما هو اسمك؟ اسمي أمل. أمل بعيد كالألم، أمل يمزقه السأم، حلمي الحياة بلا حزن، ويطيب في قلبي الزمن. اسمي أمل، أنا اليتيمة لا أنال من الحياة سوى الهزال. الجوع يسكن بيتنا، والفقر يأوي حولنا، وأنا أمل. أمي الحبيبة تشتكي من جسمها المتالك، الداء يسري كالسهام فيها، وترتعش العظام، وأنا أمل. أمل بأن ألقى يدا تمتد نحوي كالمدى، تشفي دموع المنهكين من اليتامى البائسين، وأنا أمل وأنا أمل. ما رأيكم في مقطع الفيديو يا طلابي؟ هل أعجبكم؟ نعم. برأيكم هذا المقطع عن أي شيء يتحدث؟ تفضل. عن حسن الأخلاق. عن حسن الأخلاق. الله، أنت طالب رائع جدا، أحسنت يا طالب. موضوع الدرس هو حسن المعاملة، استمعوا جيدا أثناء قراءة المعلم. من حسن الخلق يا أبنائي أن تعامل جميع الناس بأدب واحترام وتقدير، وتقابل إساءتهم بالعفو والصفح والغفران، وأن تقابل حسناتهم بالشكر والتقدير، مصداقا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
صدق الله العظيم. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أوصني. قال: اتق الله حيثما كنت. قال: زدني. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن. رواه مسلم. إن الإنسان الذي يحسن إلى الناس يحبونه وينال تقديرهم واحترامهم. والرسول صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة منتصرا وحطم الأصنام التي كان يعبدها أهل مكة الذين عذبوه وكذبوه وطردوه من بلاده مكة، وقد خرج أصحابه قبله فرارا بدينهم بعد أن أخذ المشركون أموالهم منهم، بعد ذلك كله قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان هذا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، العفو عند المقدرة. وكان صلى الله عليه وسلم يعامل الناس الأعداء والأصدقاء معاملة حسنة أساسها الحب والرحمة. وقد مدح الله رسوله الكريم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في موضع آخر: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك يجب أن نتصف جميعا بحسن المعاملة والتخلق بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع الآتي: أولا، أن تطيع والديك وتحسن معاملتهما. ثانيا، أن تحسن معاملة زملائك التلاميذ وجيرانك ومن هو أكبر منك. ثالثا، أن تساعد الفقراء وتحسن إلى المحتاجين. رابعا، أن تأخذ بيد من هو في حاجة إليك وتقدم لهم يد العون والمساعدة، كالأعمى وكبير السن والعاجز وغيرهم. أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك. وهذا هو درس اليوم عن حسن المعاملة. ولا ننسى طلابي، كما تعودنا في كل درس من دروس مادة التربية الإسلامية، أن نذكر من أحوال النبي وأذكاره ذكر من أذكاره. فذكر اليوم عن الدعاء الذي يقال بعد الانتهاء من الوضوء، فيقول: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. والآن يا طلاب الأعزاء، بعدما استمعنا إلى هذا الدرس الشيق الجميل الرائع
تعالوا معا نجيب عن هذه الأسئلة. السؤال الأول، ما معنى حسن المعاملة؟ حسن المعاملة هو أن تحسن إلى الناس وتعاملهم معاملة حسنة. من الذي سالم قريشا عند فتح مكة؟ سيدنا محمد. أحسنت يا بطل، أنت طالب رائع. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جميل. ثانيا، أكمل مكان النقاط بما تراه مناسب. حسن المعاملة هو أن تعامل جميع الناس بالحسنى. الحسنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة لقريش، اذهبوا فأنتم، قال اذهبوا فأنتم ايه؟ فأنتم الطلقاء. فأنتم الطلقاء. أحسنتم. من حسن المعاملة أن تحسن إلى الفقراء و المحتاجين والأعمى والكبير السن والعاجز. أحسنت يا بطل. هيا السؤال الأخير حتى لا نطول عليكم طلابي، ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة. من حسن المعاملة أن تسيء إلى والديك؟ لا. خطأ. أحسنت. ثانيا، من حسن المعاملة أن تحسن إلى معلميك ووالديك ومن هو أكبر منك؟ نعم. الإجابة صحيحة، نضع علامة صح. ثالثا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن معاملة الأعداء والأصدقاء؟ نعم. الإجابة صحيحة. أحسنتم يا طلابي. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. نشكركم وإلى لقاء آخر في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.